صور الخدمات الأمنية أمام المدارس وبمحيطها تتصدر المشهد مع اليوم الأول لانطلاق عام دراسي جديد، وتبعث برسائل طمأنينة للطلاب وأولياء أمورهم، وتؤكد احترافية وقدرة أجهزة وزارة الداخلية على تأمين كافة الفعاليات وبسط الأمن في ربوع الوطن. ننزل يوميا مثل الأنشطة وتسهيل حركة المرور في الشوارع، ولكن مع بداية العام الدراسي وبداية المدارس بيتم تكثيف الحملات المرورية وخدمات المرور أمام المدارس لتسهيل وتنشيط حركة المرور على المواطنين اللي بيوصلوا أولادهم للمدارس. وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية متكاملة لتأمين المدارس ومحيطها لضمان سير العملية التعليمية بكافة عناصرها في هدوء. ووفقا للمخطط له تنفذها مديريات الأمن وبمشاركة كافة قطاعات الوزارة المعنية، تعتمد على وجود ارتكازات أمنية بمحيط المدارس وأقوال أمنية تقوم بعمليات تمشيط على مدار اليوم الدراسي لضمان الفاعلية المطلقة في التصدي لأي مظاهر سلبية أو خروج عن القانون. أنا جاية أصلاً بدري، جاية لاقية الشرطة كلها واقفة قدام المدرسة على البابين. النهاردة أول يوم مدرسة وجينا لقينا ضابط وضابطة واقفين وعربيات شرطة في الشارع، وده ادانا الامان ان احنا مطمنين في اول يوم مدرسه لينا. وقد شهد اليوم الدراسي الاول وجودا مكثفا لعناصر الشرطه النسائيه امام المدارس في استقبال الطلاب في اطار خطه وزاره الداخليه في التوسع في استخدام تلك العناصر في عمليات التامين بعد اعدادهن وتجهيزهن وفقا لاحدث الاساليب لاداء تلك المهام بكفاءه. احنا بنشارك في خطه التامين اللي بتنفذها وزاره الداخليه مع بدايه اليوم الدراسي، واحنا كعناصر شرطه نسائيه بنتواجد اكتر، تواجدنا اكتر عند المدارس اللي بتحتوي على البنات، عشان ده بيخليهم يحسوا بالطمانينه، واحنا بنحس ده في اسئلتهم وفي شعورهم وهم داخلين. انا ليا بنتين هنا في المدرسه والحمد لله قلبي اطمن اول ما شفت الشرطه قدام المدرسه، وانا هيك مرتاحه لانه بنتي كل ما تدخل مدرسه يكون في شرطه في شيء انا بامن يعني. وقد لفت الانتشار الأمني الفعال مع بداية العام الدراسي الجديد نظر الطلاب وأولياء الأمور، حيث ثمنوا غاليا جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على أبنائهم ما أشعرهم بالأمان والطمأنينة. وجود الخدمات الأمنية في الشارع ادتني رسالة أمان ليا والبنتي، بنتي قالت لي ما تجيش معايا تاني. أنا مطمن عليهم لأنهم هم موجودين في مكان كويس ومتأمن تماما من كل النواحي الإدارية والأمنية. الأولاد في كل حتة شايفين أمن، حتى النهاردة بقول لبنتي الصبح وانت جاي المدرسة قلت مش عارفة الطريق، وروح لأي عسكري مرور قولي له يعديك، هو إن شاء الله هيعديك. ما شاء الله الشرطة هنا ما شاء الله واخدة بالها من المدرسة ومن الأولاد والدنيا تمام، ونشكركم جدا جدا. مظلة أمنية متكاملة بسطتها وزارة الداخلية لتأمين سير العملية التعليمية بكافة عناصرها، وتؤكد الجاهزية المطلقة للوزارة وفعالية الخطط الأمنية الموضوعة لهذا الغرض وكفاءة العناصر القائمة على التنفيذ، وهو ما انعكس على تلك الوجوه التي تشعر بالارتياح والأمان في ظل شرطة قوية تحميهم.